السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة جريد 1، والنهاردة هنستكمل مع بعض تشابتر 4 الموجود في سيم 1، وده آخر تشابتر موجود عندنا بالنسبة للسيم الأول. Community Helpers، طبعا احنا اتفقنا ان معنى كلمة Community هو المجتمع في البارت اللي فات. Community ده عبارة عن البليس اللي we live and work together، بنعيش وبنعمل فيه سويا. اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا عندي rules، عندي our rights، حقوقي اللي هي كانت be safe ولearn و be safe ولearn، وكمان كان عندي responsibility، كان عندي responsibility at home، responsibility in school. النهاردة هنتكلم عن الكوميونيتي هيلبرز. كوميونيتي هيلبرز يعني الأشخاص المساعدين في مجتمعنا، الوظائف اللي بتساعدنا في مجتمعنا. زي مين؟ التيتشر، التيتشر work in school، دكتور work in hospital، تمام؟ عندي فارمر work in farm، عندي بوليس officer work in police officer، بوليس ستيشن بيلدر، وده اللي بيبني لنا ايه؟ بيبني لنا البيوت وكل ايه الحاجات. وعندي طبعا انا عندي كتير جدا من الكوميونيتي هيلبرز. تعالوا هنا هنوصل الكوميونيتي هيلبرز بالبليس وير اور شي ورك. عندي الدكتور ورك ات، الدكتورز يا شباب ورك ات، طبعا ورك ات هوسبيتال، يلا بينا هنوصلهم ورك ات هوسبيتال. Hospital yes اهي work as hospital. Okay work as hospital. Teacher work at school. عندي farmer work at farm. Police officer work as police station. عندي كمان firefighter ده work at fire station. يبقى دول اسمهم community helpers، اشخاص مساعدين في المجتمع بتاعنا. طبعا كل الاشخاص دي بتبقى محتاجه tools، match the worker to their tools، بادواته. التيتشر بيبقى محتاج ايه؟ دايما معاه البوك، ودايما معاه البورد، ودايما معاه بن وبنسل، فيبقى ادواته هي الايه؟ البوكس دي. ده العامل worker ده هيبقى محتاج الكاب. هيبقى عندنا كمان الدكتور محتاج الميديسن، محتاج الستيثوسكوب اللي هي سماعة اللي بيسمع بيها دقات القلب. الوركر ده هيبقى محتاج برضو ايه؟ التولز دي، الادوات بتاعته. اوكي شباب، يبقى احنا هنا عندنا الكوميونيتي هيلبرز بتبقى عبارة عن جوبز، والجوبز بيبقوا محتاجين تولز. بعد كده هنتعرف على ان انا عندي jobs industrial، صناعية and not industrial. في عندي حاجات صناعية، وظائف صناعية، وظائف تانية خدمية. industrial اللي هم زي عمال البناء والميكانيكي والكهربائي، ودول لهم tools خاصة بيهم. اما not industrial job زي الدكتور والتيتشر والفارمر، دول not industrial job ولهم ايه؟ ولهم tools خاصة بيهم. بعد كده هنعمل تطبيق activity على كده. color the industrial job in red وال non industrial by blue. يبقى هنا عندنا هنلون ال industrial باللون ال red. industrial طبعا اتفقنا ان industrial worker والبيلدر دول اسمهم ايه؟ industrial، صناعي. لكن لما مش ماهوش صناعي هنلونه باللون البلو، هيبقى عندنا البيكر والفارمر والدكتور والبوليس اوفيسر، دول اعمال غير صناعية. اوكي شباب، بعد كده عندنا التطبيق الاخير ده. The industrial job are like that the steel worker. steel worker ده يعتبر من الأعمال الصناعية. non-industrial like doctor and teacher. بكده أكون خلصت معاك بارت 2 من chapter 4 لمنهج الديسكفر لجريد 1. إن شاء الله أشوفك البارت الأخير.
الحصة القادمة بإذن الله. With you Miss Marwa Fields Science Teacher. باي باي.